حرب طالت مفاصل الحياة وحرقت نيرانها سجلات العمل المدني، تاركة الشعب متخبط وعاجز عن استصدار أي وثيقة يحتاجها، مما دفع القائمين على إدارة المناطق المحررة للبحث عن الحلول الممكنة. الهيئة الشرعية في حي القابون الدمشقي ولمعالجة المشكلة أحدثت مركزا للنفوس في الحي يعنى بتوثيق حالات الزواج والطلاق والولادة وغيرها وتوفير الوثائق اللازمة لسكان الحي. شكلت الهيئة الشرعية في حي القابون في أوائل 2014، وعملنا هو عبارة عن تسيير أمور الشباب من عقود زواج لفاتر عائلة، مخالعات قضائية، تسجيل أولاد. والحمد لله يعني من 2014 لتاريخ 2016 سجلنا تقريبا ما يقارب عن 600-700 حالة عقود زواج، و 30-35 عقد مخالعة وتسجيل أولاد. صعوبات مادية ومعوقات في الحصول على اعتراف رسمي بما تصدره الهيئة من وثائق، كلها جعلت من العمل معقدا، إلا أنه الطريق الوحيد بالفترة الراهنة.